انت اول حاجه هتجيب محمد الدبرياش. اه دبرياش اهو. هتمسك انت دبرياش اهو. دبرياش اهو. هتدي بال غياء. غير اول تحت. الاول تحت. اه. اطلع بقى كده حي. ماشي. اطلع كده بالاول. لحظة. اما تيجي ما تديش بس التاني غير لما ايه. حاضر. يلا بينا حي. لو تيجي تدي التاني قول لي. حاضر. بدي عندي التاني بقى. طب ثواني. يلا بينا. التاني. اه كده التاني. تطلع بقى. اه. وفي الثالث والرابع بس يلا بينا الثالث والله انا صغير لازم تغذي بنزين لازم تغذي بنزين تغذي بنزين ونقرص اه انا حاجه لما نيجي نوقف ما عايزين نوقف ماما هنمور وكده مورت تمسك دبرياش بعد كده بتطلع اه ايوه كده مور ثاني ايوه كده خلاص بتاعتنا كده الفرامل بتاعتها في اليمين في الرجل اليمين تمام كده وقفت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدين قناتنا اطرح حاله هواه سواقه الدراجات البخاريه او الموتوسيكل او الدباب زي ما بيقول معانا النهارده ان شاء الله موتوسيكل جاوا او التوين زي ما بنقول عندنا في مصر او الدباب النهارده ان شاء الله معانا مكنه جاوا موديل 1985 المكنه دي صناعه تشيكي معلومه كده يا جماعه ان الفرق النهارده بين المكنه التوين او الجاوا والموتوسيكلات الصيني ان المكنه الجاوا بتقدر تمشي مسافه اطول طبعا رمز للقوة ما بتسخنش إيه تقدر تمشي بيها وقت طويل جدا من غير ما ايه ما تسخن معاه النهارده ان شاء الله هنتعرف على المكنه بتاعتنا دي بمشيئه الله كده واحده واحده كده طبعا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله الله يبارك لصاحبها المكنه هي انها التوين يا ساده ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم قلنا يا جماعه ان المكنه ديت بتمتاز ان هي بتقدر تمشي مسافات طويله وسفر طويل من غير ما تسخن طبعا هو عيبها الوحيد مقارنه بالموتوسيكلات اللي هي موجوده حاليا ان ديت مع كل تفويله بتضطر ان انت تحط لها ربع كيلو زيت مع الايه 10 لتر بنزين نص كيلو زيت ال 10 لتر بنزين عليهم نص كيلو زيت او ال 5 لتر عليهم ربع كيلو بسم الله ما شاء الله طبعا يا جماعه زي ما اتعودنا بنعرف ازاي نشرح المكنه ديت الفرامل بتاعتنا فرامل المكنه طبعا دوت الدبرياج بتاعها دي فرامل اليد وده الدبرياج ده البطال وطبعا ده البطال ايوه معانا هنا برضو ديت فرامل للرجلين ومعانا برضو هنا من الجنب الثاني عشان تبقوا فاهمين اللي هو المنافله او الغيارات دي بندور منها وفي نفس الوقت بنقدر ان احنا ايه نتوكل على الله ندي منها ننقل منها السرعات دراع السرعه المنافله الغيار الفتيس ليها اسامي ياما المكنه بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه طبعا صاحبها عشان بياكل عليها عيش في مشاويره فهو مهتم بيها المساعدين دوت انا مش عارف هو متغير ولا لا هو بيقول لي بتوح دول بتوح حاج تشيك تشيك يا اه بس هي اساسا نازله بالاثنين مساعدين دول نازله باثنين واحد شمال واحد يمين باثنين واحد شمال واحد يمين بس انا زودت لكن هو ده اساسا للتوين مش متعدل ده للتوين مش بتاع عربيه او حاجه لا توين طبعا الجنزيره اهوت في كفر زي ما انتم شايفين المكنه طبعا اثنين شكماء التسابق ثاني بقى حبه كيفه ماشي انت حاج محمد ايه بقى اللي مهويك في ال ايه سبب بقى حبك انت بقى في التوين انت تاني فيديو ليك النهارده ان شاء الله عندنا في القناه كان في فيديو قديم من 3 سنين وبناء على طلب المشاهدين جبنا مكنه تانية ان شاء الله وموديل تاني سبب بقى حبك انت بقى في التوين ده ان شاء الله بسم الله ما شاء الله التوين حافظ مركزه حافظ مركزه الخواجه اللي نزله الله يبارك ايوه نزل حاجه صح صناعه صح صناعه كلها تشيك ايه اللي حبيبي في المكنه التوين غير الصيني الصيني ده كلام هجس بس الجيل اللي طلع ما لقاش قدام منه صناعه الا الصين هو برضه بيمتاز بتوفير برضه في توفير في تكلفه السواقه مثلا في البنزين او كلام هي ده ليه مميزاته وليه عيوبه والتاني ليه مميزاته وليه عيوبه طبعا جدا 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 مشت المكنه التوين لما تصرف على مصروف بتاعها صح هو مش مصروف ولا حاجه بس ينأذي لو اثنين او ثلاثه ركبوه اه المكنه التوين مش عايزه
عايز يد واحده بس اللي تركب. اتنين وتلاته يسوقوه يا جماعه في الدراجه، مش يركبوا على الموتوسيكل. ان يعني حد يستخدم المكنه كسواقه ده غلط عليه. هو ده اللي عم محمد عايز يقوله. كلام سليم. بسم الله ما شاء الله. تمام. فالمكنه ديت انا بروح بقى في اي مشوار انا عايزه. طبعا بتحمل عليها على قد ما بتقدر. طبعاً بتمشي طبعاً طبعاً. دي يا جماعه ساعات بتشيل فنتصيل لبن عم محمد. وساعات بنشيل عليها خليات نحل، ساعات بنشيل على 100 كيلو عسل، 150 كيلو عسل. بسم الله ما شاء الله. كل ما بتتحمل الوزن عليه زيتها بينعم اكتر ونشاطها بيزيد اكتر. الله يرزقك خيرها يا رب. ما بتسخنش معايا. ما بتسخنش معايا. كل مشوارها ما بيزيد، كل المكنه بسم الله ما شاء الله بتنعم اكتر. تنعم اكتر. ايوه. بص يا جماعه، هي المكنه ديت هنقوله كام ريشه، عشان هي في ناس بتميز التوين بالريشه، يقول لك ادي الريشه، الريش دي اللي هي بتاعت التبريد دي، 1 2 3 4 5 6 دي المفروض ان هي 7 ريش يا محمد. 7 ريش. سبع ريش. دي 7 ريش، التبريد بتاعها 7 ريش. طبعا المكنه دي التبريد بتاعها هوا. ده هنا فيها بتاخد 2 بيجو تبريد هوا يا جماعه، يعني ما بتحتاجش ميه. التبريد بتاعها عن طريق الهوا اللي هو بيدخل لها. طيب انا بقى عايز نجرب بقى محمد انا الركوبه بتاعت المكنه الحلوه دي بعد اذن حضرتك. ممكن انت بقى تصورنا كده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، المكنه اهي طبعا كده لما نيجي نسوق طبعا المكنه ايه واقفه على الحماله بتاعتها. بنرجع انا الايه مش كده يا محمد، امسك غيار عشان تعرف تمسك غيار. ايه؟ امسك غيار ودور. امسك غيار ودور؟ اصل انت مش موافق. دور. تمام. طب معلش غير احسن. طبعا يا جماعه ان شاء الله هنبدا انا ندور. اول حاجه بنعمل ايه؟ بنفتح الكونتاك بتاعها. بعد كده السقاطه دي بتدخل جوه كده. وترجع لورا. بندي طبعا منافله. ثواني يا معلم. دور يا معلم. همدوس ابرياج. لا. غلط يا سهام. خلاص ترد منه. روح كده. طب بطل ودور. تخش المنافله ترد منك يا سامح. ماشي. اثبت على تخش ترد منك. بسم الله الرحمن الرحيم. اكبر غلطه. ما شاء الله ايه؟ دورت اهي. دي غلطه عندي يا محمد. ايوه انت لما المنافله تردنا بواحده ممكن تاخد منك غيار وتنزل. غلط. طبعا يا جماعه انا عندي غلطه هنا، وعم محمد بيقول لي لما المنافله ترد منك ممكن المكنه تمشي تاخد غيار وتمشي، عشان برضه تاخدوا بالنا من اخطائنا. مسكت طبعا انا الدبرياج اهو، ايدك هنا وعدستك يا محمد. ماشي. مسكت الدبرياج اهو يا جماعه، الاولاني لتحت. ايوه ماشي كده ان شاء الله. الاولاني ندي تغذيه كده ونبدا ايه يا جماعه، بعد اذنك يا عم محمد قرب هنا. هنبدا نقرص سنه اكسراتيه مع نسيب سنه ايه دبرياج. المكنه ان شاء الله توكل على الله تمشي معايا. الناس اللي هي كانت بتسال ازاي نقف بالمكنه، طول ما انا ماسك دبرياج بندوس طبعا فرامل مع سنه الايه اليد، وبعد كده ايوه منور المكنه بتاعتك. سنه فوق، سنه صغيره، سنه بس صغيره فوق بس. ارفع كمان سنه، كمان سنه يا سام. لا اتكل تحت، سنه صغيره بس لسه تحس بيها انت بقى بس كده. ايه زي الصين يا سامح. ايوه بس هي ايوه كده ده كده المكنه موارد كده. طبعا يا جماعه انا ما رضيتش نمنتج الكلام ده يا جماعه، عشان برضو انتوا ايه لو هتسوقوا تبقى عارفين الاخطاء اللي هي ايه بتحصل مننا وغصب عننا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الرحله دي. مكنه بسم الله ما شاء الله رمز للفخامه، رمز للقوه،
وان شاء الله هنكتفي بكده. ورحلتنا النهارده مع مكنه شاوه ان شاء الله مع شاوه التوين، هنكتفي ان شاء الله بالقدر دوت. طبعا احنا مش هنعمل مونتاج للكلام ده. دي كانت النهارده رحلتنا مع التوين الشاوه رمز القوه. انتظرونا في الجديد، واسفين هواة الموتوسيكلات، اسفين ان احنا متاخرين عليكم، ولكن احنا ان شاء الله احنا قناه متنوعه في سواقة الموتوسيكلات وصيد السمك. نتمنى الناس اللي بتحب الموتوسيكلات وفي نفس الوقت بتحب هواة السمك ورحلات صيد السمك تتابعنا. متنساش تعمل لنا لايك، اشترك عندنا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.